السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج ثنايا الخبر، والتي نتحدث فيها عن خلفيات إقالة الائتلاف الوطني السوري المعارض 14 شخصية من أعضائه ومشروعه الإصلاحي لاستعادة كسب ثقة السوريين. أنهت رئاسة الائتلاف الوطني السوري المعارض عضوية 14 شخصية من الائتلاف، واستبدلت ممثلين عن المجالس المحلية في محافظات إدلب وحلب والرقة ودير الزور، في خطوة جاءت ضمن مشروع إصلاحي أعلن عنه رئيس الائتلاف سالم المصلط. المزيد في التقرير التالي. في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أعلنت رئاسة الائتلاف الوطني السوري إقالة 14 عضوا من أعضاء الائتلاف واستبدال ممثلي المجالس المحلية في محافظات إدلب وحلب والرقة ودير الزور. بيان صادر عن رئيس الائتلاف سالم المصلط أرجع قرار إقالة الأعضاء إلى ما سماه بمقتضيات المصلحة العامة، واستنادا لمتطلبات مشروع الإصلاح في الائتلاف. ممثل الائتلاف الاتحاد الأوروبي بشار الحاج علي قال في تصريح لصحيفة عربي 21 إن إلغاء عضوية الأعضاء خطوة في إطار التوجه الإصلاحي للائتلاف، وجاء لاستبعاد الأعضاء غير الفاعلين حسب قوله. وفي أول رد فعل على قرار الإقالة، التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية أعلن في بيان مطول انسحابه من الائتلاف الوطني، متهما إياه بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة والتفرد بالقرار بعيدا عن أي قواعد أو مبادئ وفق التجمع. الائتلاف الوطني السوري كان قد شكل مطلع العام الحالي لجنة مؤلفة من 8 أعضاء لدراسة وتطوير النظام الأساسي للائتلاف. تزامن ذلك مع إعلان رئيسه عن خطط لإصلاح الائتلاف، منها إعادة تشكيل اللجنة العضوية ودراسة مرجعيات بعض الكتل السياسية الموجودة في الائتلاف. الرئيس الجديد للائتلاف نتمنى يكون أنه في تغيير بالنسبة لأنه هون بالداخل السوري. حقيقة سابقا لم نلمس أي تغيير أو ما قدمنا الائتلاف إلى الآن أي شيء ملموس على الأرض. الائتلاف الوطني السوري الذي تأسس في تشرين الثاني عام 2012 في العاصمة القطرية الدوحة، نال حينها اعترافا إقليميا ودوليا، إلا أن افتقاره للعب دور حقيقي في الملف السوري على جميع الأصعدة ربما منعه من تشكيل حاضنة شعبية له بين السوريين في الداخل والخارج. لنقاش ذلك أرحب بضيوفي السيد الدكتور جواد أبو حطب عميد كلية الطب في جامعة حلب ورئيس الحكومة السورية المؤقتة السابق يحدثنا من أعزاز، كما أرحب بالسيد مصطفى نواف العلي ممثل محافظة الرقة السابق بالائتلاف الوطني السوري من مرسين، وهو أحد الممثلين الذين صدر قرار باستبدالهم عفوا. وأبدأ معك دكتور جواد أبو حطب، بداية كيف تنظر إلى قرار رئاسة الائتلاف بإقالة الأعضاء 14؟ السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لك وللأخوي. طبعا الجميع السوريين متفقين أننا اليوم نحتاج إلى إصلاح مؤسساتنا لتقود الثورة، وعلى رأسها المؤسسة الأهم هي الائتلاف. لكن كيف يتم الإصلاح؟ ما هو لماذا تأسس الائتلاف أصلا؟ اسمح لي بدقيقة. الائتلاف عندما تأسس كان نتيجة وجود مجلس وطني كان في الخارج السوري وكان منصة سياسية. عندما ناقشنا لمدة 9 أيام في الدوحة لتأسيس من يقود ويدير الداخل السوري، يعني الداخل السوري اليوم يحتاج إلى خدمات صحية تعليمية، كان يحتاج إلى غذائية اقتصادية أمني، كل كان ذلك، وكان الحياة من مصر الوطني بعيدا عن ذلك. وتأسس على 3 أسس، أولاً أن يكون الائتلاف هو مظلة سياسية للملف السياسي، وأن يكون هناك حكومة تنفيذية في الداخل ومجلس قضاء ومجلس عسكري. مع كل أسف يعني نحن من ذاك الوقت إلى اليوم لم نستطيع، إذا لم يستطيع الائتلاف يناور ويبدأ بتبديل الأشخاص ولا يأتي على العمل على نصل إلى الأهداف المنشودة. حتى الحكومي لم نستطع أن نتفق عليه قبل الذهاب إلى مراكش لنيل الاعتراف، وكان ذلك في شهر 12 2012، وأبقوا لنا الفرصة.
حتى تأخرت إلى آخر العام. يعني حتى الوقت اللي عندي صار تأسس المجلس 30 أو العسكر كان خارج إطار الحكومة، ثم بعدين فيما بعد ما زال الائتلاف اليوم وإصلاحاته هي عبارة عن ترقيع وليست حقيقي. ما زال الائتلاف اليوم لم يلامس ما يريده السوريين. اليوم لو سألت السوريين هل أنتم اليوم الأسماء اللي أعطيت أنتم اليوم كنتم محتاجين عليها أو تعرفون أحدهم أو كان مشكلة معهم، سيذكرون أسماء أخرى لا أريد أن أذكر. يعني اعتراض الناس على فلان وفلان وفلان وهذا يعني اعتراض على كثير، واعتراضهم كان على كثير. يعني الائتلاف ذهب إلى جنيف وكان 44 واحد رافضين جنيف اثنين إلا بإخراج المعتقلين. طيب اليوم راحوا بدون الوصول وما زال المعتقلين معتقلين. يعني الحقيقة في كان إشكالي بأنه كان دائما الإخوة بالائتلاف هو صدى لبعض المتطلبات الإقليمية والدولية وما زال يبدو بنفس نحن اليوم الإصلاح المطلوب هو لا يمكن أن تقاد الثورة من خارج سوريا، أن يكون الإخوة أن يعودوا إلى الداخل السوري وأن يكون مؤتمر وطني وأن يقود الائتلاف بذاته هذه الإصلاحات، لا أن يجلس بعيدا وزير القرارات. هذه من ناحية سنعود من بتأكيد دكتور باقي النقاط، لكن اسمح لي أنتقل إلى الضيف الآخر الذي ينضم إلينا وهو أحد يعني الذين صدر بحقهم قرار استبدال وهو السيد مصطفى نواف العلي ممثل محافظة الرقة السابق بالائتلاف الوطني السوري ينضم إلينا من مرسي. مرحبا بك سيد العلي، بصفتك أحد ممثلي المناطق الذين صدر بحقهم قرار استبدال، ما هو تعليقك على القرار؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم وللسادة مشاهدين قناتكم. هل تسمعني؟ ألو؟ تفضل أسمعك. تمام. الحقيقة هذا الذي يحصل الآن هو استمرارية للاستحواذ الذي حصل في كل أسف أن نتكلم بهذه اللغة الذي حصل على هذه المؤسسة، أو حتى أنها لم ترقى أو لم يسمحوا لها أن ترقى لمستوى مؤسسة بكل أسف، التي كانت يمكن أن يعني تحقق أحلام وطموحات الشعب الذي ثار ودفع ثمن ودفع الدم ودفع كل يعني من معاناته. كما يعلم زميلي والأخ الصديق دكتور جواد، هناك مجموعة تستحوذ على الائتلاف منذ زمن. هذا القرار الذي صدر الآن هو صدر من نفس هذه المجموعة ولم يتغير شيء، بل إنهم يعني هناك شعار تم رفعه في الائتلاف منذ فترة، تعاقب عليه مجموعة من رؤساء الائتلاف، وبكل أسف ربما كان يعني من هذه المجموعة؟ هل يمكن أن توضح لنا أكثر؟ نعم لا شيء، الآن الأمور أصبحت لا شيء يخفى على السوريين. سأوضح لك من هم هؤلاء، من هي هذه المجموعة. هذه المجموعة ما يشتهر اسمها المتداول بين السوريين G4، هي المجموعة التي تستحوذ على الائتلاف منذ أسس الائتلاف حتى هذا اليوم، وتستحوذ عليه وتمارس يعني بالمناسبة يعني أرجو أن لا تعتبروا يعني كلامي رد فعل، إنما أنا رجل ذو خلفية مالية وكنت دائما أردد هذه المصطلحات، وبالتالي كلامي ليس ردة فعل، إنما يعني استبعادي من الائتلاف جاء ردة فعل على كلامي منهم من طرفهم. يعني أنا كنت أقول لهم وما زلت أقول أن يعني حالة الفساد التي يعني تنتشر يعني تهيمن على الائتلاف هي وراء كل القرارات. هذه المجموعة الآن ما يسمى سيد مصطفى، لو تحدثنا الآن يعني نظرة السوريين بالائتلاف أساساً هي نظرة تدريجية، لكن لو قارنا الائتلاف في المرحلة الحالية بمرحلته السابقة، الآن الائتلاف نحو الانحدار أم نحو الصعود برأيك؟ صدقني يا أستاذ الكريم، يعني هذا المكان ليس ملكية لأحد، ونحن وأنا شخصياً رغم أني يعني تبعد اسمي، إنما المسألة ليست شخصية،
وأنا كنت أتمنى أن أكون معكم على الكاميرا لأريك يعني وثائق وقرارات وأقربها وأضعها لك على الشاشة. أنا لا أتقاضى ولم أتقاضى، وهذا الكلام مسؤول ودقيق، قرش واحد ولا دولار واحد من جراء عملي في الثورة سواء بالائتلاف أو خارج الائتلاف منذ أن أسست، منذ أن بدأت هذه الثورة العظيمة حتى هذه اللحظة. وبالتالي أنا أصنف نفسي أني لست من المنتفعين، لذلك أنا سأتكلم بكل وضوح وشفافية. يا سيدي الكريم، للأسف هذه المرة ذهب الائتلاف، كنا نقول منذ فترة أن الائتلاف أوصلوه إلى مرحلة أن يكون منصة إسطنبول، لكن والله أني يعني نحن في هذا الشهر الفضيل لا نبالغ وسنضع الأمور في نصابها. سأعود للوقوف أكثر الآن على معلومات، لا يرقى ليكون معلومات في ربما منصة. دعني أعلق على القرار شكلا وموضوعا تفضل. إذا سمحت لي، القرار شكلا وموضوعا غير صحيح. هناك يعني وثيقة تأسيس وهناك نظام أساسي نعمل بموجبه. لقد قام رئيس الائتلاف بإبطال وإلغاء لجنة العضوية التي هي من حقها أن تناقش، وهي من تقوم وتدرس طلبات الانضمام أو الفصل عن الائتلاف، ويعرض هذا في الهيئة السياسية، ثم بعد أن يأخذ به قرار في الهيئة السياسية يتم عرضه على الهيئة العامة لمصادقته. وكذلك الاستبدالات، الاستبدال يقول أنه لا يجوز لمجلس محلي أن يستبدل ممثله ما لم يكن موجودا على الأرض ويقدم الخدمات لأهل المحافظة ضمن حدود المحافظة الإدارية ويقدم لهم لأهلها. أنا ويعلم ذلك السيد الدكتور جواد ممن تم دعوتهم ليس بواسطة مجلس محلي ولا بواسطة الحقيقة، أنا تم دعوتي مثل الدكتور جواد كذلك، تم دعوتنا من السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، هو من دعانا إلى هذا الاختلاف. لكن صفتك هي ممثل مجلس محلي. نعم، وأنا يعني يشرفني أني أمثل مجلس محلي عندما يكون هناك مجلس محلي منتخب، إنما ما قام به وزير إدارة محلية ورئيس الحكومة الذي هذا من أحد أهم الأسباب الآن يرغب السيد رئيس الحكومة أن يكون له، يقول من يعني ما هو فضل الجي فور علي، أنا يجب أن يكون لي كتلة في الائتلاف، ومن هنا هو انطلق. وهي أن نقطة يعني ربما نعود للوقوف عليها أكثر، مسألة المجلس المحلي وهو مجلس محلي غير منتخب، لكن بعد الفاصل ضاق بنا الوقت ضيوفي ومشاهدينا، بعد الفاصل هل ينجح الائتلاف في كسب ثقة السوريين؟ فاصل قصير ونعود. مرحبا، كلنا نصغي للحكاية بعقل يتتبع تفاصيل الأحداث بعناية، وقلب يرمق النهايات برفق، لكن حكاياتنا اليوم جاءت بقيمة مضافة فائقة النفع. لقد قررنا أن نتحسس معكم طريق الشخصية الإنسانية بطلة حكايتنا، ونفهم الروح الخلاقة التي منحتها كل هذا الإنجاز الرائع. برنامج صناع التغيير فرصة سانحة لا تضيع من أجل أن نراجع معا سيرتنا الذاتية في ظلال تجارب إنسانية رائدة. Thank you.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج ثنايا الخبر، وفي حلقه اليوم التي نتحدث فيها عن خلفيات اقاله الائتلاف الوطني السوري المعارض 14 شخصيه من اعضائه ومشروعه الاصلاحي لاستعاده كسب ثقه السوريين. مشاهدينا، اجرت قناه حلب اليوم استطلاعا للراي على قناتها على تليجرام، نصه: هل سينجح الائتلاف الوطني من خلال مشروعه الاصلاحي في كسب ثقه الشارع السوري؟ 12% من المستطلع آرائهم أجابوا بنعم، و 88% من المستطلع آرائهم أجابوا بلا. وأبدأ معك بهذه الإحصائية دكتور جواد، عميد كلية الطب في جامعة حلب ورئيس الحكومة السورية المؤقتة السابق من عزاز، مرحبا بك مجددا. كما أرحب أيضا بالسيد مصطفى. دكتور جواد، يعني كيف تنظر إلى هذه الإحصائية؟ هل كل هذه الخطوة يمكن صبغها على أنها خطوة سلبية وهي ضمن مشروع سيء يحاك للائتلاف، وأنها خالية تماما من أي مكسب إيجابي يصب في صالح هذه المؤسسة؟ الآن ينتظرون أو من فترة طويلة أن يكون هناك إصلاح حقيقي في مؤسسات الثورة جميعا، سواء المدنية أو العسكرية. والإشكالي اليوم ليس تبديل شخص بشخص، ودائما يعني أعيد نفس العبارة، مما جيبت اليوم وحطيته بالصدارة أو يستلم هذه المؤسسة بهذه الأدوات وبهذه الطريقة ستكون نفس النتيجة. نحن نكرر نفس التجربة ونريد أن نأخذ نتائج جيدة. اليوم إذا أردنا فعلا نحن أن يكون هناك إصلاحا واضحا قريبا من يعني ما يريده الناس ويحقق أهداف الناس، يجب أن نغير أدواتنا. يعني اليوم إذا بدلنا سين بعين ما حد غير شيء مهما يكن سين وعين. الإشكالية ما زال اليوم بأداء هذه المؤسسة، أول شيء بأداء تواجدها قراراتها وتبعية. إذا لم يوم نعمل مؤتمر وطن ونكون صريحين ونشرك به كل القوى المجتمعية والسياسية، ويعني بعد ويكون على الأرض السورية بصراحة، وأنا أطلب مو إنه برا ما بيقدر، لكن حتى يكون في شوية حرية، لأنه إذا عدنا بدولة فرنسية رح تكون شوي بدنا نراعي الفرنسية، إذا عدنا عند مصر بدنا نراعي مصر. لذلك أخي أحسن شيء أن يأتوا لهون على الداخل السوري، واللي ما فيه يجي من معناته لا يستحق أن يكون قائد، يعني يجي هذا بالمنظور العام للائتلاف. اسمح لي أن أعود إلى السيد مصطفى نواف العلي. دكتور جواد ابقى معنا للوقوف أكثر على تفاصيل هذا القرار. وكان السيد مصطفى، مرحبا بك مجددا السيد مصطفى العلي، تحدثت عن تفاصيل مهمة وذكرت مجموعة الجيفور وما إلى ذلك، لكن ربما حتى الشعب السوري الآن ثقافته باتجاه الائتلاف دائما شحيحة، لأن كثير من المعلومات تدور ضمن أعضاء الائتلاف ولا تنشر حتى على وسائل الإعلام. نريد أن توضح لنا ما هي هذه المجموعة، من هم هؤلاء الأشخاص، لمن يعملون ولماذا يعملون؟ تمام، تحية لكم من جديد. هناك أربعة أشخاص وحولهم دائرة مقربة جدا، هم من يهيمن على الائتلاف وهم من يستحوذ، وأنا أنتقي كلماتي بدقة وأنا مسؤول عن كل حرف أقوله، وهم من يستحوذ منذ تأسيس الائتلاف على مستحقات زملائهم المالية ويعيشون بها، ويتقاضى الفرد منهم أكثر مما يتقاضى أي وزير في الدولة التركية.
وهؤلاء عندما تشير لهم إلى الفساد فإذا أنت لامست يعني كما يقولون لامست المحظور. هذه المجموعة كل واحد لماذا المحظور؟ أي محظور يا سيد مصطفى؟ أي محظور بقي؟ يمنعون. أنا سأقول لك الآن إذا سمحت لي نحلل ونشخص المشكلة. تفضل. مؤسسة ما عندما تفشل هذه المؤسسة هل تعزي فشل المؤسسة أيا كانت الأسباب إلى هم من هم يعني ليس بيدهم القرار أم من هو يقود والقرار بيده وهو الذي يتصرف بمؤسسة المعارضة كما يتصرف بماله؟ ولدرجة أنا علقت عليهم في مناسبات عدة قلت أصحاب الأسهم الممتازة، إنما في الفترة الأخيرة أصبحوا هم الملاك لهذه المؤسسة. وبالمناسبة أعني هذه المؤسسة نحن نسميها مؤسسة وهم لم يسمحوا لها أن تبقى إلى مستوى مؤسسة. تمام سيدي. فهؤلاء هم إن كانت فشلت هذه المؤسسة فهم طيب المتصدرين للقرارات. سيد مصطفى، كل واحد منهم سيد مصطفى. نعم. أنت عضو في الائتلاف منذ متى لو سمحت لي؟ يعني جميع هذه المعلومات وللأسف يا سيد مصطفى العلي ربما السوريون لا يسمعون فيها بها إلا في مثل هذه المواقف. ألا يوجد طريقة ما لكي يتابع السوري جميع مجريات وما يدور في أروقة الائتلاف من قضايا ربما يصلح بتسميتها أحيانا بقضايا فساد في هذه المؤسسة المهمة للسوريين؟ ليست الحقيقة هي بقضايا فساد. أنا رجل مالي ولدي يعني خبرة في التفتيش والتدقيق المالي والإداري كذلك. هي الحقيقة ليست ربما خلفية فاسدة، هي فساد بكل ما بهذه الكلمة من معنى من الألف إلى الدال. هذه المجموعة في الحقيقة عندما اعترضت أنا شخصيا كنت من وربما الدكتور جواد كان كذلك، فأطلقوا هناك اسم يطلقونه على من لا يرغبون بتكليفه بأي مهمة. هؤلاء الأشخاص كل واحد منهم يتكلف بخمس أو ست ملفات في حين أن جميع من خرجوا الآن يرفضون تكليفهم. هناك من اسمح لي يعني سيد مصطفى أعود للدكتور جواد أبو حطب وأستغل وجوده معنا. دكتور يعني سيد مصطفى العلي يتحدث عن مجموعة هي من تتحكم بالائتلاف وتملك الائتلاف ويتحدث عن قضايا كبيرة، كيف للسوري أن يحيط بكل ما يجري من الائتلاف وما هي طرق الإصلاح برأيك؟ هلا بداية يعني لازم نحدد هل نحن اليوم بحاجة إلى مؤسسة تمثلنا كسوريين؟ نعم. هل اليوم المؤسسة بخير؟ نتائجها هي من تحدد إذا كانت بخير أو لا. هلا التفاصيل الأفراد صراحة أنا برأيي إنه نحن جميعا نتحمل هذه المسؤولية. إحنا اليوم كشعب سوري وكأعضاء ائتلاف وكأحزاب، طيب ليه ما بنحكي دائما ونضبط عمل هذه المؤسسة؟ البعض دكتور يعني في هذه النقطة يقول لك لا نريد أن نتحدث كي لا نهدم هذه المؤسسة. لا 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 اليوم أنا كطبيب، أنا طبيب عندما أشخص المرض يا أخي لا يعني أنه أنا عم بحبط المريض، إذا لم أشخص لا يمكن أن أعالج. لذلك أنا يعني اليوم بيعرف أخوتنا اليوم أول اعتراض أنه خرجنا بـ 2014 من الائتلاف نتيجة رحتهم على جنيف ونحن مشان المعتقلين وقلنا لهم يا أخي يعني هاي اليوم بعد سبع سنوات لازم يخرجوا معتقلا واحد. يعني كان اليوم دائما هيدي انه عندما انت تخرج بصير انه اما رأيي او لازم اخرج من يعارضني، هي اشكالية كبيرة. واحد اثنين يعني اليوم الائتلاف هو ضيف على الداخل السوري، بيجي ضيف بيطلع ضيف سياحة بيجوا، يعني هذا الكلام غير مقبول. يعني اليوم ليه ما بيسكنوا هون؟ يعني بتجي قضية فيهم احسن من غيرهم؟ ما يعني بحكمتي راح عندنا 200 شهيد وراح وزير شهيد وكلنا نقصف وما متنا يعني. لكن اليوم كان عدم تحمل للعيش بالداخل السوري، ما في كهرباء ما في، اليوم في يعني المنطقه هي وضع اليوم اجواء ليه ما بيسكنوا منهم بالداخل؟ ليه بيجوا زيارات؟ يعني الحقيقه هون بيقول لك انه احنا شغلنا سياسي برا مو صح. لن يحترمون العالم ما دام قيادتنا تجلس في الخارج، لن تحترمون اي بلد
حتى انت اليوم اذا بتقعد عند اخوك كام يوم ما بده يحترمك. كان الائتلاف عندما نجتمع تاتي كل الدول وكل الشخصيات، اليوم ما حد يشيله من ارضه. يعني ما لاحظوا انه اليوم الائتلاف عباره عن يعني صغار الموظفين بيجوا لعنده. يعني بالحقيقه انه اليوم نحتاج الى مراجعه لارجاع هذه المؤسسه الى الهدف اللي وجد لقياده هذه الثوره، هذه التضحيات اللي قدمها الشعب السوري لا تستحق، يعني تستحق صحيح قيادي افضل منه. بالحقيقه انه لأن اليوم المؤسسه مش بهذه الطريقه بالتغيير والاصلاح. انا برايي لقد يعني اخطاوا التوجه برايي. اذا كانوا يريدوا اصلاحا ما بدنا اليوم مكياج ولا بدنا اليوم بس هيك مسكنات. الاصلاح يكون في له طرق الخاصه لتقنع السوريين وكل الناس في الداخل السوري وفي المهجر وفي الخارج. وين القوى السوريه اليوم؟ اكثر برا، يعني اكثر برا في الائتلاف. اشكرك يعني دكتور. يعني ضاق بنا الوقت واعتذر منكم لضيق الوقت، موضوع واسع يحتاج ايضا تفصيل وشرح اكثر. على كل حال اشكركم ضيوفي الدكتور جواد ابو حاطب عميد كليه الطب في جامعه حلب ورئيس الحكومه السوريه المؤقته السابق، حدثنا من اعزاز. والشكر ايضا للسيد مصطفى نواف العلي ممثل محافظة الرقة السابق بالائتلاف الوطني السوري، حدثنا من مرسين وهو أحد الممثلين الذين صدر قرار باستبدالهم. وشكر بالطبع موصول لكم سادة المشاهدين على طيب المتابعة لحلقة اليوم من ثنايا الخبر، والتي تحدثنا فيها عن خلفيات إقالة الائتلاف الوطني السوري المعارض 14 شخصية من أعضائه ومشروعه الإصلاحي لاستعادة كسب ثقة السوريين. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.